إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. دون الخضوع لأي إجراء طبي متخصص، أنجبت امرأة يطلق عليها اسم ماما أوغندا 44 طفلا من رجل واحد، وهي أكبر حالة ولادة عرفها التاريخ. بدأت المرأة التي تنحدر من أوغندا الإنجاب في سن 13 عاما بعد أن زوجها والديها في سن 12 عاما. وببلوغها سن 40 كانت أنجبت 44 طفلا جميعهم أشقاء من أب واحد، مما دفع زوجها للهرب. في مقطع فيديو نشره المستكشف جو حطاب على فيسبوك، صرحت المرأة البالغة من العمر 40 عاما بأنها أم تخلى عنها زوجها بعد فراره بجميع الأموال التي كانت بحوزتهم وتركها تصارع الفقر مع أطفالها 44. هرب الزوج تاركا ماما أوغندا مع 38 طفلا بمفردها بعد أن توفى 6 منهم. وذكرت أن الأطباء أخبروها بشده خصوبتها مما ساهم في إنجابها لهذا العدد الضخم من الأطفال، كما لم تفلح معها أي وسائل لمنع الحمل أو تنظيم النسل. وقدم رجل عربي عددا من الأسر المكونة من طابقين لينام عليها أطفال ماما أوغندا هم 44 طفلا، وتمكنت من إدخال جميع أطفالها إلى المدارس.